بل منتخب اللاعبين المحليين. هذه فرصة رأسية و هدف ثالث، هدف ثالث لفائدة فريق يوسفية برشيد، هدف بشكل ممتاز كيوضع الكرة باتريك كادو اللاعب الأوغندي. باتريك كادو كيتمكن من تسجيل هدف ثالث. لاحظوا الرأسية كانت لمركزة تعانق شباك الحارس سفيان برحو. إذن باتريك كادو اللاعب الأوغندي ينجح في أنه يسجل هدف ثالث. يعني الامور انقلبت كلها لصالح فريق يوسفية برشيد. ثلاثه ديال الاهداف خلال هذه الجوله الثانيه امامنا باتريك كادو. واي كادو